بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، أحييكم بتحية الإسلام، فأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع اللقاء التاسع من مقرر الحديث النبوي الشريف المقرر على حضراتكم في المراكز الثقافية، نعيش هذه اللحظات الطيبات، وهي مع حديث يدعو إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى التوائم والتواد والتحاب ونشر الصلة بين المجتمع المسلم بكافة أطيافه وأطرافه. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم بسنديهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هاتان الصفتان الجليلتان الذي نصح بهما النبي صلى الله عليه وسلم السائل، وهي إطعام الطعام لكل محتاج، كل فقير، كل مسكين، كل من أجهده الجوع، كل من حرم من نعمة القوة وكسب العيش بعرق الجبين وكد اليد، كل إنسان عجز عن العمل لصغر سنه مثلا كالأطفال وغير ذلك من اليتامى، وأيضا إلقاء وإفشاء السلام على الناس جميعا، لا على الأقارب حسب، ولا على الموافقين في المذهب حسب، ولا على الجيران حسب، ولا على أبناء البلد من أعرفهم حسب، ولكن إلقاء وإفشاء السلام على من عرف ومن لم يعرفه، الكل سيان. هذا الحديث أبنائي وأعزائي رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص الشريف القرشي. عبد الله بن عمرو بن العاص دخل في الإسلام قبل أبيه، وكان كثير الحرص على سماع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتب الحديث. كتب الحديث بعد أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته
وقال اكتبوا لأبي شاه تحرى كتابة كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له أعمامه من قريش: يا عبد الله تمهل على رسلك، تكتب كل شيء عن رسول الله وهو بشر يرضى أحيانا ويغضب أحيانا؟ فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله أكتب عنك كل شيء، فنهاني أعمامي من قريش وقالوا لي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله أكتب كل ما يخرج من هذا، وأشار إلى فمه الشريف. قال: يا رسول الله أكتب في الرضا والغضب، أي إن كنت راضيا أو غاضبا؟ قال: نعم في الرضا والغضب، فوالله لا أقول إلا حقا، فوالله لا أقول إلا حقا، صدقت يا سيدي يا رسول الله. عبد الله بن عمرو بن العاص شهد له بالرواية وكثرة الرواية أبو هريرة، مع أن أبو هريرة أكثر صحابة رواية للحديث، لكن قال: ما زاد علي في رواية الحديث إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. فشهد له أبو هريرة وهو راوية الإسلام. عبد الله بن عمرو أبنائي وأعزائي كان كثير العبادة لله تبارك وتعالى، فحببت إليه عبادة الله من صلاة وصيام وكافة المناسك، حتى أنه كان يصوم كثيرا، بل كان يواصل الصوم. فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بالتخفيف، فجلس النبي معه وقال له: خفف على نفسك يا عبد الله. فقال له: بماذا يا رسول الله؟ قال: صم الاثنين والخميس. قال: أطيق أكثر من ذلك؟ قال: صم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك؟ قال: إذن فصم يوما وأفطر يوما، وذاك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن لقي ربه يصوم يوما ويفطر يوما، حتى بعد أن كبر سنه. توفي عبد الله بن عمرو بن العاص سنة 65 من الهجرة، وقد ناهز الاثنين والسبعين سنة من عمره. رحم الله عبد الله بن عمرو بن العاص وأسكنه فسيح جناته ونفعنا بعلمه إن شاء الله. أنتقل أبنائي بعد ذلك إلى نص الحديث، أي متن الحديث النبوي الشريف، ويبدأ الحديث بقول السائل: أي الإسلام خير؟ وقصد بكلمة خير اسم التفضيل، أي أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أعظم ثوابا، أي شرائع الإسلام أكثر إرضاء لرب العالمين، أي الإسلام أكثر نفعا لي
وللمسلمين فهو اسم تفضيل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترقى بالسائل من الإسلام إلى الإحسان، إلى الإحسان، وبدأ يدله على أصول الإحسان، لأن الإنسان إذا بلغ درجة الإحسان تمكن من درجة الإسلام في أعلى مراتبها وأقواها. والرجل يسأل عن أعلى مراتب الإسلام، فحق لرسول الله أن يدله ويرشده إلى أصول الإحسان. وأصول الإحسان بدأ أولا بإطعام الطعام، إطعام الطعام، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ لهب الخطيئة وذنب الخطيئة والنار التي تنتج عن الخطيئة أي الذنب الكبير. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعانا لكل من يريد أن يقي نفسه ويحفظ نفسه من النار ويبتعد عنها، أن يبتعد عنها بأن يطعم الطعام ويتصدق على الناس ولو بالشيء القليل، لدرجة أن النبي قال في حديثه الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي افعلوا فعلا يقيكم ويبعدكم ويحفظكم من النار ويدخلكم الجنة، ولو كان هذا الفعل فعلا بسيطا قليلا على قدر الاستطاعة، ولو كان هذا التصدق بشق تمرة، فما بالنا بمن زاد على ذلك. وليس شق التمرة مقصود لذاته، ولكن فيه التخفيف على الناس، كل بحسب قدرته، هذا يستطيع أن يطعم الكثير وآخر يطعم القليل حتى يصل إلى شق التمرة. وجاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقول: كان يلقى الأخ منا أخاه يؤثره بشق التمرة، يعني يؤثره أي يقدمه على نفسه ويعطيه ما هو في حاجة إليه، مع أنه في حاجة إليه وفي خصاصة، إلا أنه آثر أن يعطي غيره ويقدم غيره على نفسه. يقول الصحابي: كان يلقى الأخ منا أخاه يؤثره بشق التمرة، فوالله لا نعلم من أشد بلاء، الذي يستقلها أم الذي يستحقرها، الذي يستقلها أم الذي يستحقرها. ولذلك لا نقلل ولا نحقر من شأن أي فعل خير نقدمه ابتغاء وجه الله للمسلمين. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني مبتسم، يعني إن لم أكن أطعم طعام، وإن لم أكن أوصل له خير، وإن لم أدفع عنه شر، وإن لم
أقضي له مصالح وأقضي له ما يحتاج إليه، وإن لم أسانده على الأقل لا أحقر من أن ألقاه بوجه راض مبتسم فيه إلف وتآلف، حب وتحاب ومودة. إطعام الطعام. الأمر أو الأصل الثاني في الإحسان إفشاء السلام، والذي قال عنه النبي: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإفشاء السلام وإن كان كلمة، لكن المراد به ما وراء الكلمة من نشر السلم والسلام، الأمن والأمان، من الحفاظ على أعراض ودماء وأموال الناس، من تأمين الناس من أي أذى يصدر من الإنسان، من إشعار الناس بالأمن والاطمئنان على ممتلكاتهم، على دمائهم، على أعراضهم، على أولادهم، على نسائهم، على أطفالهم، على ضيعهم، على حيواناتهم، أن يكون الإنسان مصدر أمن وأمان. هذا هو المقصود من إفشاء السلام. ليس إفشاء السلام المراد به كلمة السلام عليكم وعليكم السلام، لا، هذه كلمة ولكن لها ما يصدقها وما يترجمها ترجمة عملية، وهو نشر السلم والسلام والأمن والأمان. ولذلك إن تحية أهل الجنة في الجنة هي السلام عليكم، مصداقا لقول الله تعالى: تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام بأصل الإيمان، بأصل الإيمان، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. انظر ابني وابنتي طلاب العلم إلى أن جعل النبي من أصل الإيمان الذي يترتب عليه دخول الجنة أفشوا السلام بينكم، فبدونه لا يكتمل الإيمان، وبدونه لا يستحق المسلم أن يكون من أهل الجنة. ولذلك لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ومن إيمانكم الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام، ومعنى أفشوا أي انشروا السلام، لا في موطن واحد أو بقعة واحدة أو منطقة واحدة، بل انشروا السلام في العالم كله، وإلا فما قيمة إفشاء السلام إن لم يصدقه العمل. وهنا نتساءل سؤالا: لماذا اقتصر النبي في هذا الحديث على هاتين الصفتين، وهما إطعام الطعام وإفشاء السلام؟ وذلك لأهميتهما.
ومن أهمية إطعام الطعام وإفشاء السلام، كان أول ما حدث به النبي بعد هجرته حين نزل المدينة ما يدل على إفشاء السلام وإطعام الطعام. ومن هنا جاء حديث عبد الله ابن سلام، وكان عبد الله ابن سلام من كبار أحبار اليهود، من كبار أحبار اليهود. يقول عبد الله ابن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة انجفل الناس إليه، أي هرع الناس وانتقلوا إلى النبي ليروه ويقابلوه، وكنت ممن انجفل أي أتيت إلى النبي لأراه. وكان عبد الله بن سلام لم يدخل في الأسلام في هذا الوقت، فانجفلت فتفرست وجهه، يعني نظرت في وجهه بالفراسة التي أعرفها كحبر من أحبار اليهود، فتفرست وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كاذب أو كذاب، يعني مش ده الوجه اللي يكذب، لأن في عنده هو فراسة يستطيع من نظرة الوجه يعرف أن ده كذاب ولا مش كذاب. فيقول لك: أنا لما تفرست وجه النبي، هو يقول هذا وما كانش دخل في الإسلام، خلي بالكم، فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. وكان أول ما سمعته يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يبقى إيه؟ أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر بني وبنيتي كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث يلقيه في المدينة بعد هجرته، كان أول شيء يحث عليه إفشاء السلام وإطعام الطعام. ونلحظ هنا في هذا الحديث أنه قدم إطعام الطعام على إفشاء السلام، قدم إطعام الطعام على إفشاء السلام، وهذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن إطعام الطعام فيه كلفة ومشقة، فيه كلفة، الإنسان حين يطعم يتكلف من الأموال ما يتكلف، ومن الجهد ما يتكلف، ومن صنع الطعام ما يتكلف، ومن طهي الطعام ما يتكلف، ومن جودة الطعام ما يتكلف، فيه كلفة. الأمر الثاني أن إطعام الطعام في وقت كان الناس فيه فقراء الناس أحوج إليه، يعني أنا أحتاج إلى طعام أكثر مما أحتاج إلى قولك السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ لأن الطعام ده مقوم من مقومات الحياة، مقوم من مقومات الحياة، فكان الاهتمام به أكثر. ولا شك أن كلما زادت المشقة وزادت الكلفة زاد الثواب وزاد الأجر، ومن هنا قدم إطعام الطعام على إفشاء السلام أو إلقاء السلام. ولما ذكر إلقاء السلام، أن تقرأ السلام أي تلقي السلام، ذكر أنه شامل على من عرفت ومن لم تعرف،
على من عرفت ومن لم تعرف. يعني إيه على من عرفت ومن لم تعرف؟ أي أن إلقاءك ونشر السلام بين الناس ليس قاصرا على ذويك وأهلك أو قريتك، لا، إنما هو شامل وعام على من عرفت ومن لم تعرف. بل إن إلقاء السلام على من لم تعرف فيه دلالات في غاية الأهمية. أما الدلالة الأولى فهي ترجمة صادقة لتواضع الإنسان حين يلقي السلام على من لم يعرفه، فهذا فيه تواضع، لعل من أعرفه يجب علي أن أسلم عليه، أو هو أكبر مني، أو هو أكثر مرتبة مني، فهذا أمر طبيعي أن أسلم عليه. لكن حين أسلم على من لم أعرفه، هل هو خادم أم سيد؟ هل هو فقير أم غني؟ هل هو مسكين أم يملك كثير؟ هل هو ذو منصب أو ليس ذو؟ لا أعرف هذا. فحين لا أعرف كل هذا عنه وأسلم عليه، فهذا دليل واضح بين على أنني رجل متواضع. أيضا أبنائي وبناتي، فيه مؤشر من مؤشرات الإخلاص، من مؤشرات الإخلاص. لعلي إن قصرت السلام والتحية على من أعرفهم، لعل في هذا يكون جني مصالح دنيوية، أو جلب مودة ومحبة أو قرب، أو أبتغي نسب، أو أبتغي شيء من حطام الدنيا. ولكن إذا بذلت وألقيت السلام على من لم أعرف، فهذا إن دل فلا يدل إلا على أنني أبتغي بهذا السلام وجه الله تبارك وتعالى، لا عرض من أعراض الدنيا. ولا شك أن هذا داخل في الإخلاص. أيضا أبنائي وبناتي، إلقاء السلام على من لم أعرفه أيضا فيه إسعاد وفرح وسرور وإدخال بهجة على من ألقي عليه السلام. حين ألقي عليه السلام وهو لا يعرفني ولا أعرفه، يشعر بأنني أقدره وأكرمه وأعظم شأنه، فلا شك أن هذا يدخل عليه الفرحة ويدخل عليه السرور الكثير. فلا شك أن هذا سر من أسرار قوله على من عرفت ومن لم تعرف. هنا نتساءل بعض الأسئلة في أمور في غاية الأهمية. هل نلقي السلام على غير المسلمين؟ يعني أنا أقول السلام عليكم لغير المسلم، يهودي أو نصراني أو على أي ملة أخرى غير المسلم؟ الجواب نعم، وهذا هو الرأي الأول الذي نقول به ونرجحه، نعم. طيب إيه الأدلة؟ يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا، معلش، وقولوا للمسلمين أو للأقارب أو لأهل بلدك حسنا، وقولوا للناس حسنا. إذن فهو يبذل ويلقى على جميع الناس، المسلم وغير المسلم. أيضا قول الله تعالى في كتابه العزيز: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
إن الله يحب المقسطين. إذن من البر ومن الإقساط، أي العدل فيهم، من الإقساط إليهم، أن نكرمهم ونحييهم ونلقي عليهم السلام ما داموا ليس محاربين لنا. هذا أيضا دليل آخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على كل من لقيه، كان يسلم على كل من لقيه، يعني بدون التفريق بين مسلم وغير مسلم، أي حد يعرفه أو ما يعرفوش يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل عن ذلك: يا رسول الله، أنت بتسلم على بعض الناس وهم غير مسلمين تلقى عليهم السلام، إزاي هم غير مسلمين؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. إن الله جعل السلام تحية لأمتنا المسلمين، يعني وأمانا لأهل ذمتنا، أي أن إلقاء السلام هو سلم وأمن وأمان لأهل الذمة. إذن ففي هذه الحالة وبهذا الحديث ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على من عرف ومن لم يعرف، ومن لم يعرف قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء السلام بين المسلم وغير المسلم. بل هناك ما هو أكثر من ذلك وما هو أبين من ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما ومروا بجنازة، فقام النبي واقفا، فقالوا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي مش مسلم، فيعني لا يستحق أن تقوم، إنها جنازة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ إذن فقام النبي مع أنها جنازة يهودي، لم يقل النبي لهم: أنا ما كنتش عارف إني يهودي، لا، النبي علق بقوله: أليست نفسا، أي لها الاحترام ولها أن نقوم لهذه النفس حتى وإن كانت غير نفس مسلمة. رأي آخر للعلماء في قضية السلام على غير المسلمين، وقالوا أنه لا نسلم عليهم، ولكن من أمعن النظر ونظر في أدلتهم سيجد أنها كلها أدلة خاصة بدار الحرب لا بدار السلام. أما في وقت السلم والسلام والمعاهدة بيننا وبين غير المسلمين فلنا أن نلقي عليهم السلام ونحييهم ويحيوننا ونبرهم ونودهم. هذا أمر مفروغ منه وواضح وجلي، والأدلة التي ذكرتها لحضراتكم واضحة ظاهرة. أما الأدلة التي ذكرها الرأي المعاكس والمخالف لهذا فهي تسقط وتنزل على حالة واحدة، وهي حالة الحرب، ولا خلاف في حالة الحرب كما قلت. هل نحيي غير المسلمين بتحية تختلف عن السلام؟ يعني أقول له مثلا: صباح الخير، مساء الخير، سعيدة، وما أمثال هذا؟ قال العلماء: يجوز أن نحييهم
بهذه التحية المناسبة لهم ولا إشكال في ذلك. التساؤل الأخير في هذا الحديث أبنائي، حين نرد عليهم السلام كيف نرد عليهم السلام؟ وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث عن السيدة عائشة، سلم أحد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: السلام عليك يا محمد. فقال له النبي: وعليكم، وعليكم فقط. فغضبت السيدة عائشة وقالت: يا رسول الله، أما سمعته يقول السلام عليك، يعني الموت عليك يا محمد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأما سمعت ما قلت له؟ قلت له: وعليكم، أي إن كان السلام علي، أي الموت علي، كتب علي، فكتب عليه أيضا، وكتب على جميع الناس. فأرددت عليه بما يناسب قوله. إذن فهذا الحديث الذي استدل به كثير من العلماء أننا نرد عليهم بقولنا وعليكم، هذا مرتبط بحالة واحدة: إذا لحن في السلام ونحى بنا به ناحية إرادة الموت لا السلم والسلام، فقال السام أي الموت بدل السلام، ففي هذه الحالة يرد عليه بما يليق به، وهو وعليكم، أي بما تريده لي أنا أرد عليك بما أنت له أهل وبما قصدته، إن كان الموت فعليك الموت أيضا. أما إن قال السلام، إن قال السلام فحقه علي أن أرد عليه وعليكم السلام. لماذا؟ لأنه هو ألقى علي السلم والسلام والأمن والأمان وأمنني، فوجب علي أن أرد عليه بأن أسلمه وأؤمنه أيضا مثل ما فعل، فأقول له وعليكم السلام. فلا غضاضة في هذا ولا إشكال في هذا. أما إن كان قصد غير ذلك فنرد عليه بقولنا وعليكم. أبنائي وأعزائي وأحبابي، لعلكم في هذا الحديث قد لاحظتم أن مكارم الأخلاق في ديننا لها منزلة عظيمة، وهي مرتبطة ارتباط وثيق بأصل الإيمان المنجي من النار والمدخل للمسلم إلى جنات النعيم. فعليكم بمكارم الأخلاق وفروعها كثيرة جدا، ولا يستهين أحدكم بعمل فيقول هذا قليل أو هذا حقير، فكل عند الله عظيم. وأسلامنا ليس دين عبادة مجرد عن المعاملة، وإنما ديننا عبادة ومعاملة. فإن تعانقت المعاملات الحسنة مع العبادات المخلصة كان الإنسان المسلم في أعلى عليين، وكان في الفردوس الأعلى عند رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.